أخبار غريبة وسريعة، جيجي فانس مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون نائبا للرئيس، من طفل فقير العدو اللدود لترامب إلى نائب الرئيس الأمريكي ومرشح ترامب لأن يكون نائبا للرئيس. حكاية غريبة عجيبة رهيبة مريبة، صل على الحبيب. جيجي فانس اللي هو اختاره ترامب، جيجي فانس ده سيناتور عن ولاية أوهايو، وده كان عدو لترامب، يعني كان واقف لترامب كده زي اللقمه في الزور. ترامب يقول شرق يقول له غرب، يعني ده حتى هو اتهم ترامب، ده حتى هذا ديفانس اتهم ترامب بان هو زور الانتخابات اللي فاتت، دائما ضد ترامب في جميع في كل شيء. فجاه الجناح اعتذر عن كل شيء وقال يا جماعه حقكم عليا وانا اسف وحصل خير وبتاع ومصالين البطن بتتخانق وزي بعضه. الراجل ده يا جماعه كان طفل فقير جدا معدم، تخيل انت من طفل فقير يسموه هم المرشح الوسيم، من طفل فقير الى نائب الرئيس الامريكي. ده كان عايش وهو في طفولته كانوا ناس فقراء، وبعدين امه كانت مدمنه فاضطر ان هو ينتقل من بيت امه علشان ما يشوفش مشاكل يروح عند جده وجدته. فراح عند جده وجدته، راحت جدته مولعه في البيت لجده، أتاري جده كمان هو مدمن، يعني العيله كلها ايه ضاربين بجده كله تحت كبر الملك الصالح. فهو عاش طفولة بائسة جدا، لكنه تعلم وكافح واشتغل ووصل إلى هذا المنصب إن هو يكون سيناتور أوهايو، وتزوج من واحدة من أصول هندية محامية شهيرة جدا، وكان عدو لدود لترامب، ومع ذلك ترامب هو اعتذر عن كل شيء وأيد سياسة ترامب. فاختاروا ترامب إن هو يكون نائب للرئيس، وهيكون عنده مناظرة مع نائبة الرئيس بتاعت بايدن. وعلى فكرة الرجل ده عنده أفكار غريبة جدا، قال لك إحنا علشان نوقف الحرب الأوكرانية الروسية المفروض أوكرانيا تتنازل عن الأراضي اللي احتلتها روسيا ونخلص من القصة دياتي. برضه هو مرعب للأوروبيين، يعني شوف شوف دي 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 شوف الراجل ده ديفانس مرعب للأوكرانيين ومرعب للأوروبيين. ليه؟ قال لك إن أمريكا بتتحمل أعباء حلف الناتو كاملة لوحدها، يعني بتدفع 2.5% من ميزانيتها في حين هو بيدفع 1% أو 0.5%. فقال لك لا، الأوروبيين المفروض يتحملوا مسؤولية حلف الناتو زي أمريكا. فالراجل سياسته زي سياسة ترامب اللي هي إيه؟ أمريكا أولا، متطابقين في نفس السياسة. لكن كل شيء الراجل ده واضح إن عنده كاريزما، وسيم جدا، كان كتب كتاب السنة من السنة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت، الكتاب ده كان أكثر مبيعا في العالم عن رحلة كفاحه وإن هو إزاي كافح ووصل من أسرة فقيرة إن هو يكون إن هو يوصل لسيناتور أوهايو، ودلوقتي ممكن يكون نائب رئيس، وفي المستقبل ممكن يكون هو رئيس أمريكا. فقصة كفاح هذا الرجل اللي هو جي دي فانس قصة غريبة جدا وقصة ملهمة. يعني ترامب ده برضه مش أهبل زي ما انتم متخيلين، ده مش عبيط، ده مختار واحد وسيم كان عدو لي مكافح جدا كان من أصول فقيرة علشان ياخد شعبية أكبر، وعلشان يعني هذه ضربة مهمة جدا أو نقطة مهمة جدا لترامب في الصراع ناحية الوصول إلى البيت الأبيض. فأنا عايزكم تكتبوا لي هل سمعتم عن هذا الرجل من قبل كده اللي هو جي دي فانس وهذه الوسامة المنقطعة النظير وهذه الأصول الفقيرة جدا وهذا العمل والكفاح الذي أوصله إلى أن يكون نائبا للرئيس الأمريكي. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على الحبيب وإيه وشكراً.